خلص مني لك. كيف هيك؟ عدنان، أنت اشتريت القصر تبعنا؟ القصر يلي ولدتي وكبرتي فيه صاد الله أزادة، وهي ورقة الطابة، خذي شوفي. ما عم صدق، يعني نحن رح نرجع نعيش هون؟ عدنان، أنا بحبك أكثر ما تتخيل. يلا فوت لجوا، أنت جاهزة تفوتي من هالباب؟ أنا متحمسة كتير عدنان، حاسة قلبي رح يوقف من الفرح. بعد كل هالسنين هلا عرفت ليش عم تهتم فيني. مع مين حكيتي؟ مع ميرزا ولا مع إليف؟ ما في داعي ابدا احكي مع حدا منهم. يعني هلا صرت بتعرفي عجزي؟ قلت لحالك حفيدتي هي الحل؟ ما بيصير. ما نسيت أي شيء من اللي قال لي إياه أبي. أبي بعمره ما كذب علي. ليش أمي كتبت هديك الرسالة؟ وشو كانت حالتها النفسية ما بعرف. أبي دايما كان يقول لو جدك اهتم بأمك، أمك كانت ضلت عايشة بيناتنا. وأنا متأكدة إنه كل كلامه صح. بعد كل هالعمر وصلت لي واهتميت فيه، بدك يعني يكون دواء لضميرك اللي عم يوجعك مو هيك؟ شكرا لك لانك وصلتني. لازم ما تفكري بهالشي كتير. الحياة كلها حتفلت من ايدك وتروح. مو لازم تزعلي مشان خاتم. اللي فلت من ايدي وراح هو شقفة خاتم. أنا وحدة بتعرف كيف تجابه الحياة منيح. شكرا لك. شركة التنظيم كمان. فساتين العرس كلها جوا، كلها حلوين كتير. كزبان، قدمتي قهوة لضيوفنا اللي اجوا ولا لسه؟ أكيد يا خانة. وانتوا اتركوا شغلكم وتعب، ما في شغل اليوم. أعزادة سانجاك زادة بدها تزوج ابنها وتفرح. اشتريت لكم شغلات العرس إلكم، بتمنى تعجبكم. يلا بسرعة، نادي الأيتان. تسلمي يا خانم، الله يخلي لنا إياكي. أيتان، وين هي يا بنتي؟
Thank you.